أسعد الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف الثاني عشر لمادة اللغة العربية. ها نحن طلابي نلتقي مع الأسبوع الثالث للحديث عن درس جديد من دروس اللغة العربية والمعنونة بالنداء. النداء طلابي هو أسلوب في الكلام يؤتى به باسم ظاهر، بحيث يطلب من شخص ما الإقبال على المتكلم ليبلغه أمرا ما أو ليتوجه إليه بطلب. وإن أسلوب النداء هو من أكثر أساليب اللغة المستخدمة، فلا يكاد إنسان كل يوم من النداء، سواء كانت رغبة منه أو في لفت نظر شخص ما أو ربما لإثارة انتباهه. إذن طلابي، نقول في النداء بأن له عدد من الأدوات، هناك أداة النداء للقريب. إذا ما ذهبنا لتعريفها، هي الأدوات التي يستخدمها المنادي لمنادات الأشخاص القريبين منه، وهناك أدوات للنداء البعيد، وهي الأدوات المستخدمة لمنادات الأشخاص البعيدين عنك، وهناك أدوات للأشخاص القريبين والبعيدين. إذن طلابي، يقسم المنادى أولاً إلى المنادى المبني، ويكون بذلك العلم المفرد، وهذا العلم لا يضاف ولا الشبيه يضاف إليه، فنقول يا عمر، يا علي أقبل، يا فاطمة أقبلي. أما إذا ما ذهبنا إلى جملة يا علي أقبل، فيا هنا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وعلي هنا منادى مفرد، علم مبني على الضم في محل نصب، واقبل فعل أمر مبني على السكون. وإذا قلنا أقبل فعل أمر نحتاج إلى فاعل، فالفاعل يا علي أقبل ضمير مستتر تقديره أنت. وهناك المنادى المعرب في الأسماء، فمنه المضاف ومنه الشبيه بالمضاف ومنه النكرة الغير المقصودة. إذن طلابي، قولنا بأداة النداء يا هي التي تختص بالنداء للقريب، فلذلك نقول بحرف النداء يا محمد أقبل إلي، محمد المنادى، وحرف النداء هو الياء. هذا طلابي مجمل الحديث عن موضوعنا في النداء، لا ليس فيه توسع، وإنما يجب علينا أن نذهب إلى التدريبات بصفحة 18 حتى نميز بين المنادى المعرب والمنادى المبني، وهي موجودة أمامكم في الأمثلة. شكراً لحسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم بحول الله وقوته. دمتم برعاية الله.